مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مآذن الوسطية. في هذه الحلقة سنواصل جولتنا بمدينة سانت إتيان الفرنسية، والبداية ستكون من خلال بعض معالم هذه المدينة. على بعد دقائق فقط من قلب مدينة سانت إتيان يوجد منتزه مونتو الذي يطل على مدينة سانت إتيان والقرى المجاورة، وهو أكبر منتزه بالمدينة إذ يمتد على 55 هكتارا. هذا المنتزه فضاء رائع لمن يحبون المشي والرياضة. في هذا المنتزه يوجد مكان يسمى الشموس الستة، وتوجد فيه ساعة شمسية وأحجار وخطوط تحدد مواقع الظل حسب فصول السنة، ويجتمع هنا هواة علم الفلك والتوقيت. هناك أماكن عديدة تطل على سانت إتيان وتمنحك رؤية رائعة على المدينة، مثل مرتفع لوبيزي وغيره من المرتفعات التي تطل على هذه المدينة التي عرفت منذ القرون الوسطى بصناعة الأسلحة. وكانت توجد فيها 80 طاحونة لإنتاج أسلحة الحرب وأسلحة الصيد. في سنة 1764 تم إنشاء المصنع الملكي للأسلحة بموافقة الملك لويس 15، وأصبح هذا المصنع الممول الرسمي للجيوش الفرنسية. واشتهرت مدينة سانت إتيان بصناعة الأسلحة حتى أصبحت تسمى أرمفيل. وتأرجح المصنع الوطني للأسلحة خلال تاريخه ما بين ازدهار وركود حتى أغلق بصفة نهائية سنة 2001، وسجل كتراث تاريخي سنة 2006. ولم يبق من المصنع إلا ذكريات أسلحة تعرض في متحف الفن والصناعة. من المؤسسات التي تفتح أبوابها أمام الزائرين بمدينة سانت إتيان خلال الأيام الوطنية للتراث متحف الفن والصناعة. هذا المتحف الذي يعتبر ذاكرة مدينة سانت إتيان في مجالات صناعة الأسلحة وصناعة الدراجات الهوائية وصناعة الأشرطة الحريرية. من الأجنحة التي تشدك خلال زيارة متحف الفن والصناعة جناح الأسلحة. هنا يمكنك أن ترى تطور الأسلحة عبر التاريخ، بدءا من السيوف والرماح القديمة والذروع والخوذات وصولا إلى أولى الأسلحة النارية. L'histoire de Saint-Étienne s'est construite en réalité autour d'un fleuve qui était le Furan et qui a permis le développement très rapide. بني تاريخ مدينة سانت إتيان حول نهر فيرون، والذي سمح بتطوير سريع لصناعة الصلب. وبالنظر لظروف القرنين 18 والتاسع عشر تطورت صناعة الأسلحة سريعا في مدينة سانت إتيان. في البداية كانت الأسلحة البيضاء، وبعد ذلك الأسلحة النارية، وهو ما سهل بإنشاء مصنع للأسلحة بقي يشتغل إلى بداية سنة 2000، وهو المصنع الذي كان ينتج سلاح فاماس الشهير، والذي ظل يزود القوات الفرنسية بهذا السلاح إلى عهد قريب. وهذه الصناعة بدورها كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الدراجات وصناعة الأشرطة الحريرية تطورت حول ما نسميه اليوم بالتصميم، أي إنتاج منتوجات فنية. فنجد مثلا بنادق بخلفية منقوشة وخفيفة، وهو ما جعل هذه المدينة معروفة بإنتاج الأسلحة. ولتسيير أفضل ومردودية أكبر، عمل المصنع الوطني للأسلحة على إنتاج أطر الدراجات الهوائية، نظرا للطلب المتزايد على الدراجات والامتصاص الركود في الطلب على الأسلحة. كما بدأت صناعة الأسلحة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي والفني في تصاميمها.
Toute cette industrie est très liée aux autres. هذه الصناعة مرتبطة بالصناعات الأخرى، مرتبطة بالصناعات الأشرطة الحريرية في الجانب الفني، ولكنها مرتبطة أكثر بصناعة الدراجات، بما أن مصنعي الأسلحة انتبهوا منذ البداية أن باستطاعتهم إنتاج أنابيب، وبذلك بدأوا هم أيضا بصناعة أطر الدراجات، وبذلك تطورت هاتين الصناعتين بشكل متكامل وموجهة لنفس الفاعلين، صناع الأسلحة وصناع الدراجات، وساهم ذلك في جعل سانتيتيان مدينة صناعية. Là aussi fait de Saint-Étienne une grande ville industrielle. لقد ساهم المصنع الوطني للأسلحة في تطوير صناعة الدراجات الهوائية الفرنسية بشكل عام وفي سانتيتيان بشكل خاص منذ ولادة الدراجة الفرنسية. Ici, nous sommes dans les fondations du musée, dans les caves du musée qui ont été réaménagées lors de sa rénovation. نحن هنا في قبو المتحف والذي تم إصلاحه سنة 2010 ليقدم تاريخ الدراجة الفرنسية في سانتيتيان، لأن هذه المدينة كانت لمدة طويلة عاصمة الدراجة، ولا زالت لحد الآن تضم صناعة الدراجات وهي دائما تجدد في هذا المجال. Donc dans cet étage du musée, dans ce rez-de-chaussée qui historiquement était un sous-sol. يمكننا أن نجد في هذا الطابق أولى الدراجات في التاريخ، بدءا من الدراجة بعجلتين خشبيتين ووصولا إلى الدراجات العصرية من الكربون وأحادي الكربون، وهي من الابتكارات الأخيرة. ويمكنك أيضا أن تكتشف دراجات لكبار الأبطال الذين طبعوا تاريخ الدراجة في سانتيتيان، مثل أنري جيفيير. وتجد أيضا التطور الذي خضعت له الدراجة، مثل الدراجة البريطانية، حيث كانت هناك منافسة كبيرة بين الدراجة الفرنسية والدراجة البريطانية طبعت تاريخ تطور الدراجة. لا زال تطور الدراجة الفرنسية مستمرا، وأصبحت تظهر دراجات جديدة باستعمالات جديدة مثل الخدمة الحرة. ولإبراز كل هذا ستنظم مدينة سانتيتيان معرضا كبيرا للدراجات في شهر ماي القادم. في شهر ماي القادم سينظم معرض كبير حول الدراجة واستعمالاتها الجديدة داخل المدينة مثلا، فنحن نعرف الاستعمالات الجديدة للدراجة ومن خلال وضعها رهن إشارة العموم بالخدمة الحرة ووصول الدراجة الكهربائية والتي تغير علاقتنا بالدراجة في المدن الفرنسية الكبرى. إذن الدراجة تعرف طفرة جديدة وإنتاجا جديدا، ومعرض كبير سيسمح باكتشاف هذه التطورات بعلاقة مع إنتاج الدراجة في سانتيتيان. En lien bien sûr avec la production stéphanoise. في متحف الفن والصناعة يمكنك أن تقف على صناعة قديمة جدا، إنها صناعة الأشرطة الحريرية التي اشتهرت بها مدينة سانتيتيان. Nous sommes ici au niveau principal du musée, à l'entrée du musée. نحن هنا في الطابق الرئيسي للمتحف عند المدخل، وهو يمثل تاريخ صناعة الأشرطة الحريرية في سانتيتيان، التي كانت من ضمن المدن الكبرى لصناعة النسيج في فرنسا، وهي قريبة جدا من مدينة ليون. مدينة ليون كانت متخصصة في صنع الحرير والأثواب. سانتيتيان إذن وجدت قيمتها المضافة في صناعة الأشرطة الحريرية، وهنا أيضا نجد أصول التصميم. فقد فهم صناع الحرير هنا أهمية تشغيل الفنانين المكونين في الفنون الجميلة في سانتيتيان، حيث سيبدعون رسومات ستجذب الزبناء من العالم، وهو ما حدث بالفعل. فقد غزت صناعة الأشرطة الحريرية لمدينة سانتيتيان الأسواق العالمية، وجعلت من هذه المدينة إلى جانب صناعة الأسلحة والدراجات واحدة من أكبر المدن الصناعية في فرنسا. كان جيل فيرن يتنبأ بأن سانتيتيان ستتفوق على باريس صناعيا، وهذه إحدى التنبؤات القليلة لجيل فيرن التي لم تتحقق، فلم يبقى من صناعة النسيج في سانتيتيان إلا مصانع قليلة.
Même si aujourd'hui, certaines industries restent extrêmement performantes dans ce domaine, puisque notamment رغم أن بعض الصناعات اليوم لا زالت فعالة في هذا المجال مثل نيري وهو واحد من كبار صناع الأشرطة والأثواب يواصل إنتاجه لدور كبيرة للخياطة. هناك أيضا آخرون ينتجون لفائدة دور راقية للتصاميم مثل ديوغ أو شانتال توماس وغيرها. وأيضا في صناعة النسيج الطبي، سانتيتيان تضم إلى الآن شركات عديدة فعالة تزود نوادي رياضية كبيرة وأيضا للمرضى عبر العالم. Sportifs et les patients partout dans le monde. صحيح أن صناعة النسيج في سانتيتيان عرفت في إحدى مراحلها قفزة تكنولوجية وتقنية، فقد استعملت نظام البطائق المثقوبة في بداياته، والذي سهل إلى حد بعيد برمجة العمل. Parmi les grandes évolutions techniques de ces métiers à tisser, on peut découvrir à travers les démonstrations qui sont faites. من بين تطورات هذه الحرفة في النسيج وصول البطاقة المثقوبة التي تعرض بشكل آلي الزركشات وتصنع بشكل أوتوماتيكي. وهذه البطائق هي أصل التحكم المعلوماتي من خلال وصول القرص المدمج فيما بعد. واليوم من خلال البرامج المهيئة التي تعطي الأوامر للآلات بإنجاز الأشكال. وهذا ما سمح لصناعة الأشرطة والأثواب أن تعمل بشكل أوتوماتيكي وتسهيل الإنتاج وتسريعه، وهو ما مكن سانتيتيان من إنتاج ضخم موجه للعالم. La production et de l'accélérer énormément et qui a permis notamment à Saint-Étienne et bien de produire en masse pour l'ensemble du monde. في أحد طوابقه يخصص متحف الفن والصناعة فضاءات لعروض مؤقتة، وقد اختار في هذه الفترة إقامة معرض أونجينيو التي تعتبر مفخرة سانتيتيان التكنولوجية في علم البصريات وإنتاج آلات التصوير والمكبرات وغيرها. En ce moment, nous présentons l'exposition Ingénieux, puisque la société Ingénieux, spécialisée dans la fabrication d'optiques. في هذه الأثناء نقدم معرض Ingénieux. بما أن هذه شركة متخصصة في صناعة الآلات البصرية، كانت واحدة من أكبر الطفرات الصناعية لمدينة سانتيتيان. فقد بدأت بصناعة بسيطة لآلات بصرية ثابتة، ولكن Ingénieux وسع هذا الإنتاج بابتكاره للزوم البصري الذي خلق ثورة في عالم التصوير والسينما. وشيئا فشيئا أصبح أونجينيو رائد بصريات السينما وزود كاميرات العالم ومخرجي العالم بإنتاجه. A équipé les plus grandes caméras du monde et les plus grands réalisateurs du monde. توسع نشاط أونجينيو ليطال مجالات جديدة مثل الطب والفضاء والتسلح وغيرها. Très grands films ont été fabriqués avec les optiques ingénieux et puis ensuite eh bien ce développement a touché مس إنتاج أونجينيو حتى مجال التسلح وأصبح جزءا من إحدى كبريات شركات السلاح التكنولوجي. Et puis également toute l'aventure spatiale puisque Ingénieux équipe également la NASA et de nombreuses équipes. وأيضا أونجينيو هي جزء من المغامرة الفضائية، فهذه الشركة تزود النازا، ونحن مدينون لأونجينيو بكثير من اللقطات الفضائية أو للأقمار الاصطناعية. وواحد من المحاور التي شغلت عليها أونجينيو هو الصناعة الطبية، فالبصريات والإنارات المستعملة في المجال الطبي في أغلبها من إنتاج أونجينيو. إذن هذه واحدة من كبريات الشركات العالمية بقيت مرتبطة بمدينة سانتيتيان، والتي نبرز تاريخها الكبير من خلال هذا المعرض. Et dont nous montrons toute l'histoire à travers cette très grande exposition. متحف الفن والصناعة يضم بين جنباته صفحات من تاريخ الصناعة الفرنسية ومساهمة مدينة سانتيتيان في تطويرها. منذ 10 سنوات وضعت بلدية مدينة سانتيتيان هذه المدرسة رهن إشارة مسجد محمد السادس لتعليم أبناء الجالية المغربية اللغة العربية والتربية الإسلامية وتحفيظ القرآن، وأيضا لإعطاء دروس الدعم لمختلف الفئات والمستويات.
استطاع المسؤولون عن مسجد محمد السادس بسانتيتيان أن ينسجوا علاقات التعاون مع مختلف الفعاليات، وهذه المدرسة هي إحدى ثمرات هذا التعاون، فقد وضعتها بلدية المدينة رهن إشارة المسجد منذ 10 سنوات لتعليم أبناء المغاربة. تعمل هذه المدرسة تحت الإشراف العام لرئيس مسجد محمد السادس، وتضم المدرسة طاقما إداريا وتدريسيا مهما، إذ يشتغل على تسييرها مدير ومسؤولة بيداغوجية ومتطوعة في التسيير الإداري، وثمانية معلمين ومتطوعون يسهرون على تأطير التلاميذ. عندنا الأخت مسؤولة عن الشؤون البيداغوجية، فهي كتكلف بمجموعة من الأمور. أولها كتكلف بتنزيل المقرر الدراسي اللي كان قرره ما بيناتنا، كتشرف كذلك على العلاقة اللي كتكون كتنسق العلاقة ما بين الآباء أولياء الأمور وما بين المعلمين، كذلك كتسهر على المراقبة المستمرة للمستويات ديال كل تلاميذ في كل قسم على حدة ومع مع مع المعلمين، وكتسهر كذلك على دفتر المراسلات. خلال 3 سنوات الأخيرة نهجت المدرسة أسلوب إشراك الآباء والأمهات في عملية تتبع مستويات أبنائهم من خلال دفاتر المراسلات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على نتائج التلاميذ، ولأن ذلك يفتح أيضا قنوات للتواصل بين الآباء وبين المدرسة. الشق الثاني هو الشق الإداري، واللي مرتبط كذلك بالمسألة البيداغوجية هو المسألة الإدارية، مسألة ديال السكرتارية، لوائح تسجيل، دفاتر تسجيل ديال التلاميذ، وهذا كيتم بالتنسيق مع المدير ديال المدرسة، مع المديرة البيداغوجية، ومع الأخت المكلفة بالأمور الإدارية، لأن كتكون تسجيل مثلا بالنسبة للخرجات، كيكون تسجيل في نهاية السنة وبداية السنة، كيتم كذلك المسألة ديال الغياب، لأن أنت هي كنراقبوها، لأن ما كاينش حصص، لأن الأطفال عندهم حصص غير في نهاية الأسبوع، حصة في كل نهاية أسبوع، فكنحاول ما أمكن أن الغياب يكون قليل. يتلقى الأطفال في هذه المدرسة دروس اللغة العربية ودروس التربية الإسلامية والتربية على المواطنة، إضافة إلى تحفيظ القرآن. وتعطى هذه الدروس يوم الأربعاء مساء ويومي السبت والأحد. يوزع التلاميذ على 5 أفواج، وكل فوج يتوزع على 7 أقسام. وتتوفر المدرسة على سبورات رقمية تفاعلية تحفز الأطفال على المشاركة في القسم، وتسهل عملية التلقين من خلال الصوت والصورة. كاين واحد المقرر ديال اللغة العربية اللي مرفق بأقراص مدمجة تفاعلية اللي كنستعملوها في هاد السبورة، فكتخلي المسألة بأن الأطفال كيتفاعلوا بشكل جيد مع التعليم ديال اللغة العربية، وكيبغيو يجيو المدرسة ديال اللغة العربية، وكيستافدوا بشكل كبير من هاد المسألة، لأنها كتعاونهم بزاف، وكتخلينا أننا كنربحوا الوقت بشكل كبير، وحتى الأساتذة كيستقبلوا المسألة بصدر رحب، وكتساعدهم في العملية ديال التلقين البيداغوجي. هذه السبورة استعمالات عديدة يمكن تحويلها إلى حاسوب، وبالتالي الاستفادة من المخزون المعرفي، كما يمكن تخزين مختلف التمارين والعودة إليها عند الحاجة، وغير ذلك من الاستعمالات. كنستعملوا المورد الرقمي اللي عندنا، هو المقرر هذا اللي عندنا في قرص مدمج، كنستعملوه. عندنا هذا مثلا المستوى الاول او المستوى التحضيري، ناخذ مثلا اي حرف، والاطفال عندهم الكتاب ديالهم، وعندهم كذلك البرنامج في السبوره التفاعليه. انا كنبداو بالنص. مرحبا بكم في حرف الباء. نتعرف على الحروف في البدايه. اشاهد. اهلا. أستمع جيدا. لكن مجموعة من التمارين
ومن بعد كنمروا لجميع المراحل ديال الدرس. مثلا هنا ما كنسمعوش حرف الباء حبلون نسمع صحيح ايوا كتاب لا غير ذلك. بعد ذلك نمر الى القراءه، وهنا كنستافدوا من واحد المساله مهمه باننا عندنا مثلا بحال الدفتر اللي عند التلاميذ، فكنرجعوا لحرف الباء مثلا. والاطفال كيعجبهم بزاف لان كيكون واحد التفاعل، لان الاطفال كيبغيو يشدوا القلم الرقمي وكيكتبوا به مباشره في السبوره. من السنن الحميدة التي خلقها المسؤولون عن المدرسة سنة حصة القراءة الحرة للأطفال لمدة ربع ساعة قبل بداية الدرس. لهذه الغاية توضع كتب وقصص ومجلات وغيرها رهن إشارة الأطفال أمام الأقسام لتقوية علاقة الطفل مع الكتاب. وتضم المدرسة أيضا فضاء متعدد الاستعمالات تعرض فيه أفلام الكرتون عندما يكون الجو ماطرا ويتعذر الخروج للساحة، ويتم تهيئ زاوية بهذا الفضاء لتصبح مكتبة، ويتحول هذا الفضاء إلى مسجد للصلاة خلال فترة الاستراحة. ولا يقتصر الطاقم الإداري والتربوي على التلقين النظري، بل هناك تلقين عملي تطبيقي خارج المدرسة، حيث تتم زيارة مسجد محمد السادس في سانت إتيان لإعطاء التلاميذ نبذة عن المعمار المغربي وشرح بعض مبادئ الإسلام وتعليم الأطفال الوضوء والصلاة مع الجماعة وبشكل فردي. كنحاولوا ما امكن نربطوا الاطفال بالمسجد، لان واخا المدرسه بعيده على المسجد كنديروا حصص، كناخذوا مثلا بعض ثلاثه واربعه ديال نهايه الاسبوع الاطفال كينزلوا للمسجد وكيتعلموا الدروس مباشره، باش يكون تلقين ديال الوضوء، تلقين ديال اقامه الصلاه، تلقين ديال الاذان، تلقين ديال كيفيه الصلاه مباشره مع الامام ومع الاخوه المعلمين. وبساحة مسجد محمد السادس يتم تهيئ فضاء للأطفال للتعارف فيما بينهم بشكل أفضل، وهذا الفضاء يساهم في ربط الأطفال بالمسجد. برامج المدرسة كثيرة ومتنوعة، وعدد الأطفال المسجلين في تزايد مستمر، لذلك يطمح المسؤولون عن مسجد محمد السادس إلى بناء مركز ثقافي بمحيط المسجد، وسيضم هذا المركز إضافة إلى المدرسة عدة مرافق يحتاجها المسجد لأداء رسالته الحضارية على أكمل وجه. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من برنامج مآذن الوسطية. شكرا على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.